والله العظيم انا اقول لك خليف ايمان يتكلمنا عن مستوى التحايا مستوى عالمي، هي لولا يعني تم توقيفها من طرف يعني الاتحاد الدولي لكانت بطلة العالم، لانها انتصرت على البطلة العالمية المتحصنة، هي الاولى عالميا فازت عليها في النصف النهائي. نعم. في الهند النصف النهائي، النهائي كان مضمون يعني كانت يعني تحصل على الميدالية الذهبية بكل سهولة، ولكن صار هناك إجراءات والآن يعني تكلمنا معها، هي يعني محضرة بدنيا محضرة يعني نفسيا، إن شاء الله يعني تتألق ولطالما يعني فرحت الشعب، ونقول بأن لما تكون إيمان حاضرة فوق الحلبة يكون يعني القاعة مملوءة، يعني على جالها يجوا كاع الناس، الحب تاعها يحب محبوبة من طرف الجميع. إن شاء الله يعني تشرفنا في البطولة هذه العربية، وإن شاء الله يكون هي تشارك في الدورة يعني التي تتأهل بها إلى الأولمبياد، واللجنة الأولمبية الدولية يعني سمحت لها بالمشاركة في هذه، نأكد عليها، سمحت لها بالمشاركة في الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية وفي الأولمبياد إن شاء الله، وهي إن شاء الله تكون حاضرة بقوة في الأولمبياد. هذا رسميا؟ رسميا نعم، رسميا.